النهاردة أنا قررت أتحول من دور الإعلام الناقل الكاشف إلى الراصد. ليه؟ لأن قصة البلاعات أو الوحوش اللي سميناها بكابورتو قصة قديمة اتقال فيها كل اللي المفروض يتقال ومفيش فايدة، عمالة تتكرر، هو الوجع من سنين عمالين ندوق جرعات. مش مصدقة لحد الآن إن ابني مات، مش مصدقة. هدوم المدرسة بتاعته، شنطته، صور وكتب ومحضرة له كل حاجة عشان المدرسة الصبح، مش لاقياه، بدور عليه، أنا ما بنامش كل يوم بدور عليه في مكانه وفي سريره ومش لاقياه. آخر حاجة رسمها بإيده ورهان، آخر حاجة كاتبها بإيده ورسمها، آخر حاجة رسمها. أقول له دي شخبتي يا هاشم، يقول أنا هطلع رستام يا ماما. هصحي مين؟ هصحي مين يروح المدرسة الصبح؟ وحشتني يا هاشم، وحشت أمك يا هاشم، براك صعب علي يا ابني، براك صعب. سبت فراغ كبير في حياتي، مين اللي هيمسح لي دموعي يا هاشم؟ مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شهادة التقدير طلعت تاني على المدرسة، كل المدرسين جايين يعزوني بيقولوا لي طلعت تاني على المدرسة، جايب الشهادة بتاعت نص السنة وفرحان، ممتاز يا ماما في كل المواد. أنا عايز أعرف ابني ذنبه إيه؟ ذنبه إيه؟ كان نفسه يطلع رسام ويقول لي يا ماما هكمل وهوديك تحجي يا ماما، أنا هوديك تحجي. كان فرح عمه في شهر 3 يقول لي يا ماما هاتي لي بدلة، لبسته الكفن، أنا لبست ابني الكفن بإيدي، ما جالوش البدلة اللي هو بيحلم بيها. بدل ما هو اللي يوديني أنا اللي وديته وقفلت على القبر، انا اللي وديته بايدي، هو اللي كان هيبقى رحم بامه وكان هيقرا لي قران ويدعي لي، انا اللي بقرا له وبدعي له، بقرا له دموعي نشفت عليك يا هاشم، دموعي نشفت عليك يا ابني. اخواته بيدوروا عليه مش لاقيينه، مش لاقيينه، انا ما بنامش، بنام مكانه، نفسي اشوفه في المنام ما بيجيليش. بقول لهم عند ربنا في الجنه، في الجنه هو شهيد وانا احتسبته عند ربنا شهيد، هو حقه في الدنيا انا هاخده من كل لاخر نفس في عمري، انا هجيب حقه لو على موتي. فراقه صعب وموته صعبه، اللي بدخل تحت ميه 5 دقايق بتخنق، امال دوت اللي 3 ساعات في ميه صرف صحي ومجال في ميه صرف صحي، شفت ايه يا ابني؟ ولا جرى لك ايه؟ ولا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا هاشم؟ عايزه حقه بس، وانا واثقه فيكوا وفي استاذه منى. اقسم بالله ما بينيمنيش بالليل ساعات غير الجمله اللي انت قلتيها دي، انا واثقه فيك يا استاذه منى. هتعمل ايه منى؟ هتعمل ايه مع هذا الكم الهائل من ضحايا البلاعات في مصر؟ دقايق بتفصل بين كل ضحيه والتانيه من ضحايا الغرق فين؟ مش في المحيط، مش في البحر، ولا حتى في البسين، امال فين؟ في البلاعات اللي ما لقيناش عنها ولا رقم محدد. الارقام اللي لقيناها هي ارقام السرقه. وسرقة إيه؟ سرقة غطيان البلاعات اللي معدلاتها بتورينا مأساة. 12,000 غطا بلاعة اتسرقوا في 3 شهور بس السنة اللي فاتت، وده بحسب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. الأرقام بتقول 1787 غطا اتسرقوا من القاهرة، و1216 غطا اتسرقوا من اسكندرية، ده غير 1100 غطا من المنيا، وأعداد تتراوح ما بين ال 100 وال 300 غطا مسروقين بقى من محافظات تانية زي الأقصر، سوهاج، مرسى مطروح، كفر الشيخ وغيرهم. الغطا اللي بيتسرق بياخد وقت طويل عشان نحط مكانه، لأن تكلفة الغطا الحديدي الواحد بتتراوح ما بين 1500 ل 3000 جنيه مصري، والقاهرة لوحدها فيها 350 ألف غطا، فأكيد لا يمكن تغطية تكلفة اللي بيتسرق. عشان كده لازم تسجل على موبايلك الرقمين دول، 125 أو 175، دول أرقام الخط الساخن للبلاغ عن سرقة أغطية البلاعات. الأرقام دي لازم تفتكرها كويس، ولازم تفتكر
إنك لو تجاهلت بالسلبية المعتادة ده ممكن يكلفك حياة ابنك نفسه. أرقام تخض. موضوع مهمة النهاردة كل إعلاميين مصر تقريباً اتكلموا فيه، كلهم جابوا قصة شبه دي، لكن كل واحد اتكلم منهم في حادثة واحدة بس، حادثة آنية حالية بيتكلم فيها، هي اللي بتخليه يفتح الموضوع. عشان كده حلقتنا النهاردة احنا قررنا نعملها بأسلوب مختلف ونرصد القصص بعمق كلها من ورا شوية، نجيبها من ورا لقدام عشان نحط قدام عينين المسؤولين الحقيقة كاملة بحجمها. لما بحثنا هل بلعات مصر هي بس اللي متوحشة كده وبتاخد أولادنا احنا بس؟ الحقيقة لا. السعودية بنت عندها 9 سنين راحت ضحية 2015 كانت خامس ضحية، تالين إبراهيم عبده طفلة عندها 9 سنين ماتت بسبب بلاعة صرف تابعة لعمارة مش في قلب الشارع اللي هي بتاعت الحكومة دي. ساعتها الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا، عايزين محاسبة وحل. على طول الحكومة قالت مفيش مبنى هنستلمه أو هنسلمه لأي شخص من غير ما بلعاته تتراجع هندسيا وصحيا ونتأكد إنها مطابقة للمواصفات. فين؟ في جدة. أمانة جدة ألزمت المكاتب الهندسية بعدم منح شهادة إتمام البناء وتوصيل خدمات المية والصرف الصحي إلا بعد مطابقة أغطية خزانات المية والصرف الصحي للمواصفات المطلوبة. جت السعودية في 2017 حكمت محكمة الاستئناف في الرياض بحكم غرامة على بلدية الرياض ب30,000 ريال. ليه؟ عشان طفل وقع في بلاعة الصرف اللي في الحديقة وابوه نزل وراه ينقذه. جت الحماية المدنية بسرعة فعرفت تلحقهم وتطلعهم هما الاتنين الحمد لله سلام، بس كانت النتيجة 15,000 ريال غرامة للطفل اللي عنده 4 سنين و15,000 ريال لوالده اللي نزل وراه. نفس المشكلة اهي واجهها ناس تانية انقذوهم وعرفوا يعالجوها من المنبع. تغليظ العقوبة واحدة من الحلول في واحدة من آلاف المرات اللي اعلمنا بمنصاته هلكوا الموضوع ده بحث. واحد من نواب البرلمان اقترح اقتراح وثلاث شهور طفلين وقعوا في بلاعة في السويس، وده خلى النائب طارق متولي يقول ان في 400 عمود انارة كل واحد متكلف اكتر من 36,000 جنيه معمولة تنور بالطاقة الشمسية فاغلى من المعتاد، بس واضح ان طاقة السرقة اعلى بكتير من اي طاقة تانية. ال 400 عمود اتسرقوا، فين التاجر اللي اشترى المسروق؟ وبعدين هو عمود نور ده شوية ده عمود، ولما يبقوا 400 يبقى ايه؟ نقلهم لوحده محتاج تصاريح امنية، مين ده اللي يقدر ينقل عمود مش 400 عمود؟ اصل عمود ده مش هيحطه في جيبه يعني. قعدته ازاي؟ نرجع للقصص الاسطورية، ومش هستغرب حد يقول لبسهم طاقية الإخفة مثلا أو يظهر سيناريو إننا بنتعرض لمؤامرة ممنهجة. مع كامل احترامي للمسؤولين في كل مكان، بس أنا ليه تحفظ هنا على نظرية المؤامرة، لأن ببساطة في مشاكل تافهة ممكن تتعالج. إيه أتفه من إننا نسد بلاعة؟ طبعا في ألف حل، منهم اللي عملوه الناس في الأقصر مثلا.
بمنتهى البساطة. الحل هو الناس حطت كاميرات، الداخلية أخدت صور للي سرقوا، اتقبض عليهم، مش بس عليهم، ده كمان عرفوا طريق المخزن اللي لقوا فيه غطيان بلعات كتير. بلعات هي دلوقتي على أتم استعداد لالتهام مزيد من الضحايا. وهاشم مش هيبقى آخر طفل، بس هاشم لسه عنده مشكلة كبيرة. أمه ما طلعتش شهادة وفاته لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي. بيقولوا لي الورق مش موجود، عايزين استعلام شهادة وفاة وحاجات من مركز شرطة المنزلة. رحت قالوا لي مش موجود، رحت لمركز شرطة المطرية مش موجود، الجمالية مش موجود. أنا رحت مركز شرطة المنزلة طلع الأوراق بتاعت الوفاة، هم طلبوها مني، قالوا لي مش موجودة إلا بعد 10 أيام. روحي مركز شرطة المطرية أو الجمالية، رحت قالوا مش موجود، وشهادة الوفاة مش هتطلع إلا بعد 3 شهور لأنه سقط قيد وفاة. بناشد كل المسؤولين، وأستاذة منى أنا عارفة إن هي هتجيب لي حقي، هي بتقف مع الغلابة. من لحد دلوقتي ما طلعلوش شهادة وفاة، بقاله 20 يوم هيئت ما جالوش شهادة وفاة. ليه؟ مش عارفة، رحت مركز شرطة المنزلة قالوا مش موجود الأوراق، ومكتب الصحة مش راضي يطلع شهادة الوفاة. ليه؟ قالوا لازم تبلغه من تاني يوم إن هو إيه؟ اتوفى. إزاي ودكتور الصحة جاي يكشف عليه هنا؟ والتصريح بتاع الدفن طالع من الصحة. كل الناس بتحبه، عمل ابني، ذنبه إيه؟ غطوا كل البلاعات دلوقتي بعد ابني ما راح. كل البلاعات اتغطت وكل الشوارع اتنورت، العواميد نورت بعد ابني. ابني اللي ضحية كل حاجة، ضحية الإهمال وضحية كل حاجة ابني. مش عارفة أنا حق ابني في رقبة مين، هاخد حق من مين.